بجد. ياه، كل ده عشان قطف وردتين ثلاثة من الجنينة يبقى دلع بجد؟ انتوا مساكين قوي، ما تعرفوش حاجة عن الدلع. أنا مرة زعلت زهيري، قعد نص يوم بحاله يلف حوالين نفسه، وبعدين قبل ما يجي الليل جاب لي وردة قد كده. ما في هانم. إيه يا مين فيه؟ تليفون. ترانك. انا كمان اتفاجئت زي حضرتك كده بالظبط. اتفاجئت يعني ايه؟ ده مفيش مجال للمفاجآت. انت مش قلت لي ان الموضوع ده خلاص خلص وخلص من غير ديول؟ بناء عليه انا اديت لك اللي اتفقنا عليه، مسكت اداره الاوتيل، وكمان خطبت بنتي جاي دلوقتي لجواب وتهديد كلام فارغ. وليه ما كلمتنيش من اول ما جالك التهديد ده؟ ما كنتش حابب ان انا اذعك حضرتك اسمك هانم، وكمان ما فيش حاجه حضرتك كنت هتعمليها اكتر من اللي انا عملته. انت شايفني منزعجه؟ مش منزعجه خالص. شايف؟ مش منزعج على الاطلاق. انت عارف الموضوع دوت لو تعرف هيحصل ايه؟ طيب هتعمل ايه بقى علشان كل حاجه ما تضيعش من ايدك؟ اولهم نازلي لو عرفت. مش عارف ساعتها مش انا لوحدي اللي هتضر اسمه تاني. هتعمل ايه علشان احنا الاتنين ما نضرش؟ استنى اللي بيهددني ده يتصل بيا تاني علشان اعرف هو عاوز مني ايه بالظبط. بعد ما يتصل اوعدك يا هانم هيبقى ده اخر كلام في الموضوع ده للابد، وهيتقفل تماما. انا اذنك يا هانم.